يوم كامل يكتشف خلاله 1500 تلميذ في المرحلة البدائية بمحافظة البيرينية الفرنسية لعبة البلوتا الباسكية، لعبة غير معروفة في العالم لكنها تشتهر في أوروبا وخاصة في فرنسا وأسبانيا وبالتحديد في منطقة الباسك. يتنافس في هذه اللعبة فريقان في مواجهة جدار، فريق يبدأ الإرسال أو رمي الكرة وتسجيل النقاط يكون حين يفشل الخصم في رد الكرة أو ترد خارج الخط على الجدار أو أرضية الملعب، لعبة تحظى باحترام المدرسين الذين يرون أنها تحمل العديد من القيم. اللعب النظيف، التعاون، اللعب مع الآخر، احترام القواعد، ومن هذا المنطق نعم يتم نقل العديد من القيم عبر هذه اللعبة، بالإضافة لممارسة لعبة تتطلب الإتقان والتنسيق وكذلك العديد من الأشياء التي ندرسها في الأقسام. بالطبع لم يتم تنظيم هذا اليوم التربوي من باب الصدفة، ففرنسا ستستضيف البطولة العالمية لكرة البلوتا الباسكية، ما يعتبر فرصة ثمينة للترويج لهذه اللعبة المجهولة من الكثيرين. يضم الاتحاد الفرنسي لكرة البلوتا الباسكية 19,000 لاعب محترف و 40,000 ممارس، إذا نأمل أن تسمح لنا هذه البطولة العالمية بزيادة عدد اللاعبين المحترفين بالطبع وخصوصا الشباب منهم. مهمة يشارك فيها أعضاء الفريق الوطني الفرنسي الذين لا يترددون في اللعب مع الأطفال ومساعدتهم على اكتشاف هذه اللعبة. كل طفل يحب البلوتا ويتتبعها ينتظر البطولة العالمية، حتى أنا عندما كنت صغيرا تابعت الدورة التي أجريت في فرنسا قبل 16 عاما، وبالطبع كنت أحلم بالمشاركة فيها وقد أسعفني الحظ للقيام بذلك، والآن آمل أنه بعد 16 عاما سيشارك فيها أيضا أطفال من هؤلاء بدورهم. من الواضح أن الأطفال استمتعوا بهذا اليوم المميز ولا ينتظرون إلا شيئا واحدا. أنا سعيدة لأنهم قالوا لنا أنهم سيوقعوا لنا أوتوغرافات. أوتوغراف أوتوغرافات. كما ينوي الاتحاد الترويج للبلوتا الباسكية في باقي أنحاء فرنسا بفضل شراكة عقدها مع الاتحاد الرياضي للمدارس الابتدائية، سمحت له بإنتاج فيديوهات تم توزيعها على مدرسين ومعلمي الرياضة لشرح هذه اللعبة لجميع الأطفال.